بيحصل برضه فين؟ ان الزياده المفاضل عندي بيكسب. حلوه. انا كده دلوقتي تنبأت بالاوتبوت اللي هيطلع عندي من دايره الانتجريتور ومن دايره الكومباكتر. خلاص؟ بس لغايه دلوقتي انا لسه مش عارف هي الليمتس دي هتحقق ازاي. وده الهدف ده من ايه؟ من الفانكشن جنريتور. انا دلوقتي شفت الويف فورم بس لسه مش عارف ازاي اتحكم في مين؟ في الامبليتيود بتاعه، ومش عارف اتحكم في مين؟ في الفريكونسي بتاعه. خلاص؟ مين اللي يتحكم في القصه دي كلها؟ نبدا بقى المعادلات اللي بتعرف كل حاجه منها. احنا كده عرفنا جاست ايه هو الكومبارتر وايه هو الانتجريتور بشكل ايه؟ بشكل السيركل بتاعت الفانكشن جنريتور. خلاص؟ عايزين بقى نبدا ان احنا نشتغل على الكونديشنز بتاعتها، هنسميها الاوتر كونديشن. النقط اللي عندها التغير بيحصل فين؟ اول حاجه احنا استنتج قانون الهيئه للاعضاء، تمام؟ سمعتوا قانون التعميم بتاع في اكس زائد ايه؟ الهوب سكوير، احنا عملناه مع بعض. خلاص؟ ده الاوتر بتاعنا. طلع نفس الاول ولا مش نفس الاول؟ نفس الاول. فاحنا كده هو ده اول نقطه بالنسبه لي، ان احنا عرفنا مين؟ عرفنا قيمه الفي اكس او العلاقه بين الفي اكس وبين الفي اوتر وين الفي اوتر، تمام؟ في مشكله في هذا الكلام؟ وعارفين ان لما الفي اوتر وصلت الفي اكس هيحصل لها ايه؟ الجيزنج. نيجي كده نبص ازاي المعلومه دي انت قلتها لي. انا دلوقتي اهو الفي اوتر هو قيمه من اثنين، يا اما كام يا اما كام؟ يا اما موجود يا اما بص في السي دايما في السي. طب تيجي كده معوض هنا في المعادله بتاعتي لما في اوتر كنت كام؟ بص في السي. اي ريجن فيهم؟ الريجن دي مثلا الريجن دي
بيحصل فيها دي كده وعن مين بيقوم من بكام؟ نص في سي سي. يعني انا بيقوم من خط مكانها مين؟ سي 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 دي تي. حلو قوي. طيب مفروض ان لما اعمل الانتجريشن ده يطلع بكام؟ نص في تي بالظبط كده ماينس في سي سي في تي على الار سي بلس كونس بلس كونس. ما تنساش السالفه بكام؟ بلس. ده كده في اول ايه؟ اول 2 مع الطايب. طيب ده اللي هو بيمثل اي معادله ده خلاص. وفي واحد زيه بس ده بدل ايه في الايه؟ يبقى اللي بيمثل مين؟ معادله. خلينا في المعادله اللي نازله تحت فين الانيشال بتاعها؟ لما الطايب بتاعها تزيد الكونستنت ده يبقى بكام؟ 3 صح؟ مش ده الانيشال؟ مش ده عنده تايم زيرو؟ عنده تايم زيرو اختيار كام؟ في سي سي ار 1 على ار2. انا هنا السي الكونستنت سي هيساوي في سي سي ار 1 على ار2. يعني بمعنى اصح ان المعادله بتاعتي هيبقى شكلها ازاي؟ خمسة وأنا عايز أطلع أوت
سي ار 1 على الخط الثاني 12 خلاص والفي سي 5 يعني عايز اخلي الار 2 واضيع في مين سوري الار 1 واضيع في مين يبقى انا كده معنى الجمله اللي انا قلتها دي ان انا اقدر اتحكم في مين في الامبليتود خلاص انا عايز اجيب البلصات كبيره استخدم الفي سي اكبر عايز استخدم فريم اعلى خلاص اتحكم فيها عن طريق الار 1 والار 2 تمام في مشكله في هذا الجمله طيب فاضلنا بس اخر رسمه انا رسمت في اول بوان وفي اول بوان انا كنت مستخدم العلاقه تربط بين الاكس في اول بوان وفي اول بوان انا اقدر ارسم فيها في اكس نعرف نفسنا نرسم واللي يثبت علينا
سي ار 1 على الارض يعني نفس اللي احنا عملناه بس ده بدل ما ايه الفي اكس هتساوي كام؟ سالب كام؟ لا عندي اعمال في اكس هيساوي في سي سي تاني سي ار 1 على ار 1 بلس ار 2 الترم ده الترم التاني هشيل فيه اول ماينس سي سي ار 1 على الارض نفس اللي فوق ده بس اشاره ايه؟ سالب اشاره سالبه يعني ماينس في سي سي ار 1 على ار 1 بلس ايه؟ نفس يبقى دول بكام؟ يبقى امتى هتكون بزيرو؟ ده السؤال اللي انا كنت عارف اجاوبه. لا هتكون بزيرو فين؟ هنا. انا اروح بقى اصلا ايه؟ الكيرف بتاعي صح؟ انا هنا الاعلى نقطه وهيوصل هنا لكام؟ صفر. بس عند النقطه دي بالذات الفي اكس الفي اول مره وصلوا ايه؟ اتغير من وصل في السي مين؟ نفس اللحظه. فمعنى الكلام ان عند النقطه دي كمان هيحصل في تغير صادم تشينج مين؟ في اكس نيجي نحسبها كده لما عوضنا عايز في اكس لما احط في اول بوم بكام؟ في اكس في اول عند نفس النقطه دي بكام؟ في سي ار 1 على ار 2 جميل هنعوض بقى كده هنا ماينس في سي سي ار 1 على ار 1 بلس مين؟ ار 2 هنا ماينس ار 2 مع ار 2 ماينس في سي سي ار 1 على ار 1 بلس ار 2 كده هتلاقي كام؟ نيجاتيف 2 يعني عند النقطة دي حصل صادم تشينج كده قيمته ماينس 2 في سي سي ار 1 على ار 1 بلس ار 2 على ار 1 بلس مين؟ ار 2 ولما وصلت للنقطة دي كده ايه اللي حصل في الكيرف الثاني؟ بدأ يعلى يقوم هو كان يحصل ايه؟ يزيد خلاص؟ يزيد لغاية فين؟ نفس الكلام عند النقطة دي ايه اللي بيحصل في النقطة دي؟ نص عند نهاية النقطة عندها الفي أول نقطة كام؟ ماينس في سي والنقطة الثانية ده اللي بقى كام؟ بقى بص بص يعني اصلا الاثنين دول كام؟ بالصفر يعني ده يبقى صلو انجليزي هو عشان نرسم بالظبط لحد فين؟ لحد ما يوصل للزيرو وبعد كده كان في اول مره مالي قلب من نيجاتيف الى ايه؟ لبص تقوم عامل ايه؟ صدر الجنسي كده فوق عند مين؟ نفس الزيرو فالكيرف بقى بيحصل له ايه؟ ينزل بعد كده انزل تحت بعد كده اطلع خلاص ده مين؟ ده في اكس بتاعك في الوقت اللي هو بيتحول من بوست لنجم ما بياخدش تايم خالص اصل هنا لا في اخر الكيرف عادي كده الكيرف اللي نزل تحت كده انا بقول ان هو قصدك قصدك بس ثانية قصدك على الحتة دي كده؟ اه ايوه على الحتة دي بتحصل في كام؟ تايم كام؟ مش طيب خلاص ده بيحصل زي ما بيتحول الى اه في حاجه اسمها ترانزيت تايم بس مش هدخلها في القصه بس بعدها بعرفك المعادلات شكلها ازاي تمام ده كله عشان حصل كده تغير صادر تشينج فده هيبقى نفس الكلام هنا فين؟ هنا وهنا بس في ايه؟ في صادر تشينج خلاص احنا كده قسمنا في اول بوست في اول بوست خلاص في اكس خلاص بس طبعا اللي يهمني اول بوست انا محتاج مين؟ الاثنين دول انا الهدف من الدايره اللي انا رسمتها دي يا شباب حاجتين ان انا اطلع ايه؟ اطلع ويف بوكس واطلع تريانجلر ويف بس دوس اتحكم في الفريكونسي بتاعهم من المعدل لسه بتتاهل واتحكم في الامبليتيوز بتاعهم بس هو ده اللي انا خلاص في مشكله في هذا الكلام؟ اه طبعا ده فات القصه اللي احنا قلناها الاستنتاجات اللي احنا استنتجناها بتبقى الارقام النهائيه اللي انت تقدر تستخدمها. خلاص؟ في حد عنده مشكله في كده؟ يبقى انا كده ازاي انا اغير الفريكونسي بتاعتي؟ عن طريق ايه؟ التحكم في مين؟ في الار والسي والار 1 والار 2 تمام؟ ازاي اتحكم في الماجنتيودز بتاعتي؟ الماجنتيود اللي فوق ده اتحكم فيه عن طريق مين؟ البوست في سي سي بتاعتي. كام؟ الابر والور واحد. خلاص هنا ازاي اتحكم في الامبليتيودز بتاعتي عن طريق ال
البي سي سي ار 1 والار 2 تمام. في مشكله في هذا الكلام؟ فاحنا كده اتكلمنا على الدايره الفانكشن جنريتور احنا شفناها مع بعض. خلاص 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 خلاص